السعاده الادوات الصحيه. صباح الخير يا عم هيك. ازيك يا ولد؟ حط الحاجات دي فين؟ اللي ليا احطه على مكتبي والعيوب افندي حطه على مكتبه. ايه ده انت ده؟ هم وقعوا مني غصب عني. طب يلا. ايوه ايوه يا سيدي. أيوه. شركة استنى بس خليني اعرف الناس اللي بتكلمهم دول. الله ايوه يا سيدي. هيك العم عيني يناديك ولا اسمع صوتك بوضوح. حول. اتفضل يا بيه. ايوه عدد 40 لوح إشاني الوان متنوعه. غيره يا محترم. عدد 50 حوض لافو مانو. اسمها لافو 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 مانو لافو لافو. وي 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 لافو يا حضرة لافو. وي غيره من فضل. نعم مفيش حاجة اسمها سلطانية بدون حجر يا حضرة. أنا جاهل وأنت قليل الأدب. أيوة أنا جاهل وأنت قليل الأدب. أنا مزروع 50 سنة في الأدوات الصحية ما سمعش على سلطانية بدون حجر. تعترض معايا ولا إيه؟ ولا كلمة. ولا غيره 50 كور رصاص بوصة 2. غيره يا سيدي. 60 صفاير حوض رخام نوع جيد. طب يا كابتن بكره الصبح تبعت الشيك مع السواق والعربيه تكون جاهزه في الميعاد الساعه 12. اتفضل. هيك العمويين اللي اسمع صوتك بوضوح. حول. طب انت رايح تعمل لي فنجان قهوه ليه؟ اسمع بقى هيك يا فندم. الله الله على الجد والجد الله الله عليك. تدفع حساب الشهر القديم تاخد مصاريف في الشهر الجديد. ما تدفعش الشهر القديم ما تاخدش مصاريف في الشهر الجديد. انت فهمت ولا اقول تاني؟ تدفع الشهر القديم تاخده في الشهر الجديد، تدفع الشهر القديم ما تاخدش في الجديد. طب انا هدفع واد انت وانا هطير هطفش. لا مش انت اللي هتطير، المهيه هي اللي هتطير. ايدك على 108. 108 ليه بس؟ هي المهيه فيها كام 108؟ 54 طلب في نص فرانك يبقوا كام؟ اختفوا على جنبكم بقى واتقوا الله. انا شفت 54 طلب. محمد كويس هيك يا فرانك. انت مش اول ما بتيجي الصبح تشرب فنجان قهوه؟ تمام. والساعه 11 بتطلب كوبايه كركديه؟ مظبوط. يبقى تاخد كام طلب في اليوم؟ الحزب بيرمي يا واد انت، يبقوا طلبين. يبقى ما غلطناش. طلبين في 27 يوم بعد ما نشيل ايام الجمعه ب 54 طلب في نص فرانك ب 108. امر الله. 108 من 314 يتبقى كام؟ 314 بتوع ايه؟ يا ابني انا مش اديت ولاد ابنك ست حصص حساب الشهر اللي فات. مظبوط. والبنت بنتك حصتين تدبير منزلي وحصتين تريكو. حصل. في 30 قرش الحصة بقى مجموع 3 جنيه، وعندك من الشهر اللي فات حصتين جمباز لحماتك الحصة 7 ساخن. يبقوا الاثنين ب 14 قرش، يبقى المجموع كله 314، اخصم منهم 108 حق الطلبات يتبقى 206، تسمح تجيبهم؟ طب اما اقعد من عيوبه يا فندم هبقى اديك بقية حسابك. اروح اعمل لك فنجان قهوة؟ لا بلاش القهوة، روح شوف البوستة. اروح اعمل لك فنجان قهوة؟ تعالى يا واد انت. انا هعمل لك فنجان قهوة. تعالى. والله هعمل لك فنجان قهوة. علم هم ويا سقف مثقفين يا جنس براني. تعمل لهم ايه؟ هتصرف ازاي مع الناس دي؟ طنش بقى هيك طنش. صعبت الدنيا عايزه تطنيش. انت يا زفت الطين يا هباب يا نيوم. انت يا نيوم. انا في اللي بندري. ها فين؟ لسه ما جاش حد اشكال. لسه ما جاش؟ امال ايه؟ الساعة بقت 11 ولسه ما شرفش. يا دي الدهي. دهي ايه يا حبشكات؟ يا دي المصيبة. مصيبة ايه لا سمح الله؟ يا دي النجدة. الله في ايه سيد ركبي؟ دولة هانم وصلت. بتقول ايه؟ بقول لك دولة هانم وصلت. ايه؟ انت دولة هانم دولة هانم؟ ايوه دولة هانم دولة هانم. يا دي الدهي هاد مصيبة هاد النجدة. ايه اللي بتعمله ده؟ انت مش بتقول دولة هانم وصلت؟ اه والله فكرتني. يا دي الدهي يا دي النجدة يا دي المصيبة. وايه اللي جالها بدري بالشكل ده؟ جايه تاخد قرشين من حسابها. اه جايه تاخد قد ايه كده ان شاء الله؟ حاجه بسيطه 3000 جنيه بس. اه هي مش لسه واخده 2000 جنيه المره اللي فاتت؟ يا اخي وانت مالك؟ وانت مالك مش في نص سنه.
عليها. خاف لا الشطر على القرشين يسيبوا لها مرحوم جوزها وتقعد تسقف. لا لا من الجهاد اطمن، اسهم الشركه بيترفع ومكسبها شغال ما بيخلصش ابدا مهما سحبت منه. المهم ان احنا لو ما جهزناش المبلغ اللي هي عايزاه هيتخرب بيتنا باذن الله. ايوه حاكم، دي حريقه لما تتنرفز صنف تركي لا بيرحم لا صغير ولا كبير. لما زعلانها تقوم يلا سلام على الكل. طب انا اعمل ايه؟ طب العمل اخرى يا فندم. انا مش عارف هنعمل ايه. ايوب سيفت لسه ما جاش، هو اللي معاه مفتاح الخزنه. طيب يا فندم حوكيت حوكيت. انت يا خيرت. اه طيب يا خيرت يا فندم. خيرت يا فندم. جهزت المبلغ يا خيرت افندي؟ صباح الخير حوكي. صباح الزفت صباح الاطران. جهزت المبلغ؟ اجهزه ازاي بس يا حضره الوكيل؟ ولسه ايوب افندي ما شنفش. ايوب افندي لسه ما شنفش؟ ايوه ما شنفش. الساعه 11 و10 ايوب الزفت لسه ما شرفش. اقول لها ايه؟ اعمل لها ايه؟ قاعده جوه في اوضه المدير ما حدش عارف يكلمها. والمصيبه ان الست المدير راحت لسه ما جاش. يعني نهار اسود باذن الله. باذن الله. باذن الله. طب والله 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 انا من ساعة ما قمت من النوم الصبح وانا عيني اليمين بترف يا اخي. هو ده وقته؟ لا 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 يا اخي، سي ايوب ده ما يغيبش من النهارده. مع العلم الشهاده لله من يوم ما اتعين هو بيجي من النجم. اقول لها ايه؟ اعمل لها ايه دلوقتي؟ اعمل لها ايه؟ حوكيت حوكيت حوكيت. هي فين؟ في اوضه المدير. حواكين حواكين حواكين. هي فين؟ هي فين؟ جوه في اوضه المدير. انا ايوه انا. لا يا شيخ بتتكلم في التليفون. طيب اديني بص. لا اشتري التليفون. انا عايز بص. ولا بصايه قد كده. بص صحيح بص بص واحده قد كده اهو. تمام بقى. ايه يا فندم؟ عيب عيب. طيب والله يا عم هنقعد نتفرج ونعطل مصالح الشركه. اتفضل يا فندم. ده هو عيب. اتفضل يا استاذ خيرت. عيب. طيب عيب. بصه واحده قد كده ولا نص بصه؟ مش عيب على شفتك؟ اتفضل عيب. بالفاشي يا هيكل افندي. يا يا هيكل. اتفضل عيب. انا عايز بس لا مؤاخذة يا حضرات. انا بدي اسال على ايوب افندي قاعد الحق. ايه 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 طب ممكن والله؟ لا مش ممكن. اصل لقيت محفظته مرميه في الشارع. يا اخي واحنا مننا واحنا مننا. هو مش مشتغل هنا يا سيدي؟ ايوه يا سيدي لكن لسه ما جاش. لسه ما جاش يا اخي. ما انا جاي اسلمها له. يا افندي الافندي قال لك ان الافندي لسه ما جاش. يعني ما جاش؟ اتفضل تورينا عرض التحت. يا ساتر دول صعب قوي. طيب هبقى افوت عليه بعدين يا حضرات. مفيش ده مفيش ده. يا خيرت افندي. خيرت افندي. خيرت افندي. نعم. ما انا كنت واقف كويس. انا بقول ان احسن طريقه انك تخش الدوله تاني. اشرح لها الموقف وتحاول تهديها. وده معقول يا حضره الوكيل؟ هي العين تقلع عن الحاجب؟ سيادتك برضه وكيل الشركه والمهام الدبلوماسية أنت لها خير رجال. أيوة صحيح يا خيرت أفندي، بس أنت عارف إن دولة هانم معاها الكلب بتاعها وأنا بخاف من الكلاب. آه يبقى مفيش إلا هيك يا أفندي. هيك يا أفندي متوضي. موجود يا فندم موجود.
ساعة والهاني مقطوعة جوه في الأوضة؟ أشرقة الأنوار يا أستاذ. بس! أنت يا أستاذ، أنت. أنت يا أستاذ أنت. أنا مش أستاذ، الحمد لله، أنا مش أستاذ. أنت يا طويل أنت. أفندم يا فندم. أنا مش مكلفاك من ساعة تجيب لي الفلوس، ما جبتهاش ليه؟ والله يا ست هانم أنا ما تأخرتش أبدا، أنا في الحال وحصل أمر سيادتك كلفت الموضوع ده خير. أنا بيعت خلاص بيعت أنا بيعت. وأنت يا سي خيرت ما جهزتش الفلوس ليه؟ كان بتقول خيرت هو أنا خيرت؟ هات أنت يا سي خيرت. والله يا ست هانم والله أنا ما تأخرت أبدا، أنا بمجرد سيادة الوكيل ما كلفني بالمهمة دي حسب رغبة سيادتك السامية جيت على هنا جاي وكلفت بالموضوع ده. هيكلفندي والله وطبلت على دماغي هيكلفندي. ليه كده الله يخرب بيوك وليه؟ يا الله يا شباب يا ست هانم لو كنت غلطان. المجرم الحقيقي والمتسبب في كل البلاوي والمتسبب في تعطيل سيادتك اهو. انت بتهزر معايا يا افندي؟ يا افندم ده انا كنت اشك في لساني حتى ده اصله اللي كرسي هو اللي معطلني. لا 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 كده انا لا يا ست هانم، هو يقصد اللي بيقعد على الكرسي. ايوه يا فندم. ويطلع مين حضرته؟ ده يا ست هانم خيرت ده يا فندم موظف الخزنه الجديد يا ست هانم. امال حسن افندي راح فين؟ رفضناه يا ست هانم قصدت لي حرام. امال فين الزفت الجديد؟ لسه ما جاش يا ست هانم. ما شاء الله على الفوضى، الساعه 11 ونص وموظف الشركه لسه ما يجيش، ده باين انه هيترفض راحل. البركه فيك يا ست هانم. شركه بايظه يا ست هانم. مفيش نظام، مفيش ترتيب، بضلة تنبل. بضلة تنبل؟ تنبل يعني ايه؟ يعني بضلة. طب معلش يا ست هاني معلش الغايب حجيته معاك. اتفضلي استريحي يا ست هاني، الموظف الجديد زمانه جاي. اتفضلي استريحي. اتفضلي استريحي يا ست هاني. سيادة المدير يا فندم، سيادة المدير راح المطار من الصبح علشان يستلم رسالة. رسالة ايه؟
رسالة الست هانم أصلها رسالة تبقى رسالة معركة. رسالة إيه؟ ما تقول لها يا خير أفندي. أيوة أنا هقول لها. هي ست هانم رسالة، هي في الواقع يعني كده عبارة عن، هي زي ما حضرتك تقولي كده يعني. ابدأ. هي يعني هي خلاص بس كده. هتقول لها رسالة إيه يا هيك الأفندي؟ يا فندم في الواقع رسالة كراسي. ايه الكلام الفارغ ده؟ احنا بنتاجر في كراسي ولا بنتاجر في الادوات الصحيه؟ لا يا فندم ما اصلها برضو يعني كراسي صحيه من اللي بال اه فهمت. والعمل ايه دلوقتي؟ واقفين كده ليه؟ ما تتحركوا، هاتوا الزفت ده خلوني امشي. البيت تحت في العربيه بقى لها ساعه. يا سلام، جهان هاني في العربيه يا ست هاني؟ ايوه هي النونو خرجت من نسكونة. اه اخذ الاجازه امبارح. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. والحمد لله الحمد لله الحمد لله. يا سلام يا سلام، او ملحت الست الصغيره تكبر كده وتاخد التوجيهيه. ما شاء الله ما شاء الله. انا لسه موديها الحضانه بانسيونير السنه اللي فاتت. بانسيونير يعني داخليه. بانسيونير بانسيونير ما تفرقش، قول لها سنتين ان شاء الله وتاخد شهاده الاسانسير. انزل اجيب جهان هاني من العربيه بدل ما هي قاعده لوحدها يا فندم. مالوش لزوم. طب انزل اجيب لها مصاصه. ما فيش داعي. طب ما تحب سيادتك انزل اسليها تحت واعمل لها ارجوز؟ امال انا بعمل ايه يا محترم؟ تسليه الهانم الصغيره من اختصاصي انا وبس. ما تشوفوا الافندي اللي اسمه ايوب بتاع الخزنه ده راح فين؟ انا اعصابي ما بقتش تستحمل، هاتوه من تحت تعطيه العرض. ما تتحركوا، اعملوا بحق المهيه اللي بتاخدوها. ما تتحرك يا خير افندي. ما انا بتحرك اهو، اخي حركه والله. ما تتصرف هيك يا افندي. يا فندم انا اي ويل فيست ماي ويست وهبعت اشوفه في البيت. وانا هدور عليه في جميع النقسان. انا هبحث عنه في جميع المستشفيات. بسرعه والله. حاضر. وانت يا صديقي يا فندم نزل مامبو العربيه. سيمامبو 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 سيمامبو. انا اللي هشيله هيك يا فندم. انا لا يمكن اتنازل عن الشرف ده. انت مش بتقول انك متوضي؟ اه يا اخي اتوضي تاني. هي الماخذ. انا بقول صادق افندي يعني صادق افندي. ست هانم قالت صادق افندي يعني صادق افندي اللي هو انا. اول ما صحيت من النوم
8 انا ايه اللي كبرنا انا وقت ما يعجبني اما كبلة بالشكل ده انا ما شفتش لا 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 من فضلك تلبيخ مالوش لزوم انا راجل متفضل فاعل خير نعم فاعل خير على العموم مش وقته طلع ال 3000 جنيه وخلصني يا نهار اسود 3000 جنيه يا هتجيب لي تهمه يا هاني يا هاني والله العظيم دي فاضيه ما فيهاش ولا مليم فاضيه فاضيه ازاي ده انا وديك في داهيه انت والعصابه اللي مشغلاك لا اتحرك التليفون النيابه البوليس الو يا نيابه نيابه ادي اخرتها يا بنتي يا ست انت اللي لقيتها في الشارع لقيتها في الشارع انت سكران يا راجل انت لقيت الخزنه في الشارع خزنه خزنه ايه يا فندم دي محفظه وانا مالي يا بال دخل ايه انا سويت لقيت محفظه ولا ما لقيتش محفظه بس تعالي ما انا كلمتك الله 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 انا جاي لايوب افندي جاي لايوب افندي ايوه ايوب افندي جت الحق يا استاذ لما تبقى تقص تقابل ايوب تبقى تقابله على قهوه قهوه ايوه هنا مكان عمل مكان شغل مش مكان زيارات ذات اسال وانا اعرفه ولما انت ما تعرفوش جاي له ليه يا بارد اصل لقيت محفظته دي مرميه في الشارع مرميه في الشارع ايوه الظاهر واحد نشل وبعد ما خد القرشين اللي فيها رماها لقيت انا بصيت في البطاقه عرفت عنوانه جيت ارجعها له غلط ناشي اوه انا اسفه قوي يا اسمك ايه منصور يا فندم محسوبك منصور عبد ربه موظف في شركة اللحوم المجففة 24 شارع عبد المتجلي باشا الدور الرابع شقة 24 تليفون 24-024 أمحي اللون رشيق القوام قدس الحياة الزوجية مش متجوز مالي أنا إذا كنت أمحي اللون ولا بنفسجي اللون هو أنت هتحكي لي تاريخ حياتك فضل راجع المحفظة وريني أرض التفك يلا يا ساتر حيتي بتريليوس بكري ولما قالوا لي ده سافر والله عال الخزنة مع أفندي بيتنشف فنجان القهوة والفنجان اتكسر اتكسر
يخش على نمرة ثلاثة يخصم لي 10 أيام. وليه ده كله؟ ما هو ده اللي بدي أفهمه. ده ليه كله؟ ده يقول لي على المكتب وده ينعى السنسة في الجدودي. عشان ايه مش قادر أفهم؟ طب الصبر طيب يا سيوم. هو في صبر أكتر من كده؟ الظاهر أبويا الله يرحمه كان مكشوف عنه الحجاب وعارف اللي حيجرالي في دنيتي، عشان كده سماني أيوب. وإيه بس اللي أخرك لحد دلوقتي؟ راحت عليا نومة يا أخي، مش سهران في المدعوقة دي لحد الساعة 1:30 الصبح. ليه كنت بتعمل إيه؟ بعت زي الطور في ميزانية الشركة. النهاية قمت لبست هدومي وجاي على هنا، اتعطلت شوية في السكة. وإيه اللي عطلك بقى؟ صادفت في سكتي واحد اتنشلت محفظته بالمهية كلها، وقفت واسيه وطيب خاطره، وبعدين رحت تافف في وشه وماشي. ليه بقى؟ طبعا مش مغفل. حضرتك؟ حضرتي انت كمان صاحب المحفظة طبعا. ليه يا أيوب يا فندم؟ ده الناس اللي كانت داير على محافظة العمال. لا 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 يا رفاعي، واحد لازم يثبت على فلوسه، ده عرق شهر بحال وشهر 30 يوم. ايه ده؟ بتضحكي عليا حضرتك؟ بتكلم غلط؟ اروح اعمل لك فنجان قهوه. طب روح. الإنسان لازم يحرص على فلوسه من أخوه. الدنيا ما عادش فيها أمانة استهاني. درجاتي؟ وأكتر. إيه يا فندم، في حاجة وقعت منك؟ ممكن تولعني؟ من عينيا الاتنين. يا سلام، حلوة أوي السيجارة دي. والفم اللي فيه السيجارة، والإيدين اللي ماسكة الفم. يا سلام، حلوة أوي السيجارة دي. أهنيك. قولي. نعم. ايه اللي مضايقك في الدنيا؟ قول ايه اللي مش مضايقني؟ الناس اتشالت من قلوبها الرحمة، الراجل يتعذب 30 يوم في الشهر وبعدين يسرقوا شقاق، ده كلام؟ طب وانت مالك؟ مادام محفظتك في جيبك، ايه همك من محافظ الناس؟ محفظتي؟ هو حد يقدر يمد ايده على محفظتي؟ الظاهر حضرتك بيغرك مظهر المتواضع وشكل البسيط، انما انا احرص انسان في الوجود. ده انا بنام زي الثعلب مغمض عينه ومفتح التانية. اللي يمد ايده على محفظتي، ده اللي يمد ايده على محفظتي لسه ما اتخلقش. ده انا ايوب. أيوب، ما سمعتيش عن أيوب؟ أيوة كده. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. إحنا لسه ما اتشرفناش. محسوبك أيوب كاد الحق، مدير عام الخزنة دي. حضرتك شايفاها صغيرة، إنما إن شاء الله بكرة ربنا ياخد بيدها وتكبر وتترعرع ويبقى لها فروع. إيه يا فندم، في حاجة؟ Thank you.
انت ايوب جد الحق؟ ايوه يا فندم. انا انت متاكد؟ متاكد طبعا يا فندم متاكد. تسمح تقف؟ اقف. اقف الله. بس مش عارفه انا اسالك. اقف. حاضر. صايب ايه اللي على الصبح دي بقى؟ اتمشى. اتمشى يا سالم، احنا في شركه مش على الكورنيش. بقول لك اتمشى. طب بس مش انت هتتمشى ولا اضربك؟ اضربك؟ ايه ده يا الفلان؟ مشى كده ولا كده؟ كده؟ ايوه. امشي بقلاطة. امشي بقلاطة يا ست هانم. بس بقول لك امشي بقلاطة. انا عمري ما عملتها، انما نحاول. هتفصلي لي حاجة يا فندم؟ بس مش طب انا عايزها بصفين. سبحان الله. ايه يا فندم اللي افرس؟ ابتسم. ليه يا فندم؟ بس مش افرس. تعرف ابتسم. أكتر. كمان أكتر. بس اضحك. طب بس مش فاهمين. اضحك. مش انت اللي بتقولي لي اضحك؟ ايوه. برقلي. ليه؟ برقلي.
اشخد فيا. اشخد اشخد. ليه ليه؟ مالكش دعوة. ما تزعليش. لا مش هزعل. وحياة النبي. حاضر. انت قللت الألم. هايل هايل هايل. ايه الهنج؟ اخلص. قول لي. نعم. انت ما متش قبل كده؟ ايه بقى الاسئله المحرجه دي؟ ما انا عارفاك وزي القطط بسبع ترواح. ممكن ارد؟ اتفضل. لا بلاش نعمل معروف. شيل بقشيش. الله يعمل بيتك. شيل بحال وبقشيش. الله يخليهم لك. وانا عندي كام رفاعي. انا بتاعك يا بيه. بلا خوف. الله يسترها معاك. الله يكرمك. الله يطول في عمرك. الله يخليك. محفظة. محفظة. ابدا. ده انا مثبت عليها لهذا الصبح والله. يا خبر اسود. حساب. حساب ايه انت الاخر؟ يعني مش هتدفع؟ منين؟ الله يخرب بيوتكم. ربنا يعدك ويوقف نموك. يا طايش يا متهور. خلاص ازاي؟ ولا كلمة. Shut your face. الله عليك راجل خسع. نشيل فنجان القهوة من قدامي عشان نص فرنك، مع ان قدامك مديله شيلن بقشيش. يعني هو كان قبض حاجة؟ ركع عنية يا استاذ. يا خسارة، يا خسارة تعبي وشقايا. معلش اهدى اهدى يا استاذ. اهدى؟ اهدى ازاي؟ بقى مستحمل غزالة هيك يا فندم وقلة أدب البشكاتب وطولة لسان الوكيل أتهزق ويتف في وشي 30 يوم في الشهر ببلاش؟ وزهديت أنا الحاج داعب صاحب البيت هيهدى؟ زكي البقال هيسيبني؟ شركة الكهرباء مش هتقطع النور؟ أنا بمشي جنب الحيط أستأنم عشان أستخبى من الديانة.
30 يوم مستني يوم القبض زي العاشق الولهان لما يستنى حبيبته. يجي واحد ابن حرام صوابعه خفيفة يعمل فيها العملة السودة دي وتقول لي اهدى. يا حرام صعبت عليا يا مسكين. على عموم كتر خيرك استهانة. لو وقع في ايدي كنت هتعمل فيه ايه؟ هعمل فيه ايه؟ هقطعه بسناني، هقطم زمارة رقبته، هأجر له ابو زلط يعدي على جدته ويخليها هو الشارع حتة واحدة. ياه الدرجة دي؟ واكتر قولي. نعم. هي المحفظة كان فيها ايه غير المهية؟ حجاب يا حجاب؟ ايوه حجاب. حجاب يحفظني من السرقة والنشر. لا حجاب نتيجة. واللي حاسس في نفسي أكتر من المهية والحجاب صورة المرحومة أمي. مش معقول أنت عندك أم؟ عندك أم؟ أمال طالع إيه؟ شيطان كده؟ لا مش قصدي، بس عايزة أقول يعني هي المرحومة أمك عايشة؟ ده سؤال. بقولك مرحومة مرحومة يعني عزرائيل نشالها يا كمان. طب ما تزعلش، صورة المرحومة أمك أهي. أمي أمي يا خبر، لقيت المحفظة يا استهانم، لقيتيها وسايبانا تقلى. معلش على العموم كتر خيرك. يا سلام الدنيا برضو والله لسه فيها خير، حد غيرك والله كلطش اللي جواها ورماها. انما برضو الاصل عليه عمل. يا سلام والله يا استهانم، اول ما شفتك قلت يا سلام يا سلام على المعدن الطيب، يا سلام على الناس الكمل الناس الاكابر، يا سلام يا سلام. انت انا فاي ايه المحفظة؟ هات القهوة يا غبي، خليهم اتنين على الريحة وكتر البن. يا سلام يا سلام يا سلام، رضيت فيها الروح والله. تعرفي دلوقتي اقدر اقعد واحط رجل على رجل وانجعص وقابل الديانه بقلب جامد. اللي يتكلم منهم ادب صوابعي في حلب عينيه بفلوسي. الواد تشوف الواد الفراش وهو جايب القهوه ومزرر الجاكيته. الجنيه يا استهان، الجنيه هو الدينامو اللي بيحرك كل حاجه، هو الخيط اللي بيلعب الاراجوز. عادي يا اراجوز. مبروك يا ايوب افندي. ايوب بيه يا مغفل بيه. مبروك يا ايوب بيه. شو قلتلك؟ من دقيقة واحدة بس شال القهوة من قدامي. دلوقتي لو قلت له يشيلني ويتمشى بيا في الشارع مش هيقول لأ، مش كده يا هاج؟ محسوبك يا ايوب افندي. بيه يا مغفل بيه. بيه بيه باشا كمان. لا بلاش دي، كفاية بيه. قلت لي حسابك كام يا هاج؟ 78 قرش و15 قرش بعشيش. ليه حقربه 15 قرش؟ انت لسه قايل دلوقتي. والربع جنيه بعشيش. واعمل بيتك. يا خوف. خلصتها معاك. قول لي. نعم. سكر على الريحة؟ على الريحة. بن تقيل؟ تقيل. بسله بفلوسي. وانا حر في فلوسي. فلوسي. لا لسه هتضحكي كمان. خلولك يمشي على ايديه، خليه يمشي على الحيط كده. يا يوبي خلاص، ما خلينا نمشي. يا تاكل بلا 78 قرش وايه؟ 30 قرش بعشيش. لا انت لسه هاي. والله ما انا رضيت لك كلمه، انا عندي كام رفاعي ان شاء الله ما حد حوش. الله الله يكرمك يا بيه. الله Yeah.
رأيهم. هما ايه دول؟ فلوسي. فلوسك؟ المهية عرق شهر بحال يا حرامية بتاعت التلات ورقات. ايه ده؟ انت اتجننت؟ جن لما يلخبط مخك. اسمعي يا بنت انت. انت لما بنتك انت عارف انت بتكلم مين؟ ايه عارفك طبعا. وانا عمال اقول الدنيا لسه فيها خير. اتاريك من اياهم. الله على الفلوس، هات فلوس. قصدك تقولي اني سرقتهم؟ لا العاف. وانت وش الحاجات دي؟ وديني ما جبت الفلوس لاجيب لك النار. يا قليل الادب، فين المدير؟ فين المدير؟ ولا جيش فرعون يخلصك من ايدي يا حراميه بتاعت التلات ورقات. على فلوس، على فلوس. اللي بتقوله ست الهيم ده مغفل. هاني منين يا بين؟ انت مصدق البويه اللي عليها دي؟ يا عده الشغل يا غبي عشان تخم المغفلين اللي زي زيك. طلع فلوس. انا طلع فلوس. انا يا فندم. انا حيوان يا بيك حق. طلع فلوس. ست الهارم. والله العظيم انك طلعت فلوس. يا ايوب ست الهارم. والله. يا ايوب ست الهارم. ست الهارم زيد. الهارم. قول لست الهارم انتوا هتقسموا معاها ولا ايه؟ والله ايوب عيني. انت بتحكم عليا يا واد انت وديني لو اوديك في داهيه. انا حوديك النيابه، حوديك البوليس. يا شويه. اجيب عيني يا شويه. انا حيوان يا بكحة يعني تندب في عين الفصاصة. يا سعادة بيه، يا سعادة بيه، يا سعادة بيه. الست دي يا سعادة بيه دي ايه يا مغفل؟ انت عارف حضرتها تطلع مين؟ هتطلع مين يعني؟ السفيرة عزيزة مدام بندور نشالة حرامية سرقت فلوس اللي طفح بيها الكوتة 30 يوم. اخلص. دي تبقى دولة هانم البيرة الدار كاف يا مغفل. كاف كاف. اسم حضرتها كاف. بتخمكوا بالكاف. طب سيبوني عايب ايوب. ايوب صاحب الشركه. صاحب الشركه ايوب. صاحب الشركه. صاحب الشركه. انا شركه. الشركه بتاعتنا دي ايوب. يا نهار اسود. انا متاسف يا هانم، ما قلتليش كده من الصبح. انا متاسف يا هانم، انا عرقي مرعي. انت قليل الادب وسافل يا فندم. انت دون ومحط يا فندم. شوكت يا فندم. الراجل ده لازم يترفد. يترفد وبس. ده لازم ينشلق. ده لازم يتذبح. يا دم الكرسي الكهربائي. انا هوديك في داهيه تربية الرصيف. بره اترفوت يا ست هانم. الهانم صغيره مره بتعيط وعاوزه حضرتك. مسمي قلت لك بره. طب خلاص خارج من غير اماره. شيء ذبح يا ده بالكرسي كهربائي. على ايه؟ على 12 ملطوش اللي باخدهم. ويا ريتهم استنوا اللي راحوا هما كمان. قلت لك بره. لو عتبت هنا هكسر رجلي. كسر رقبتك. لو شفت خلقتك هبصص عينيك. تقلع عينيك. ماما ايه يا ماما ده؟ انت دخلت عليا. يتشيل ويندبح. مش كده ويقعد على كرسي كهربائي. اهو اهو اهو. اخص عليكم. اخص. ناس هم بره. طيب. الله بابا. يا حبيبي يا بابا. انت وحشتني قوي يا بابا. بابا الزفت ايوب بقالي سنه مخبيه على البنت ان ابوها مات وقايله لها انه مسافر. يا ستي ما كانت لازم هتعرف الحقيقه في يوم من الايام. بس انت عارف يا شوكه ان البنت لسه صغيره وما تنساش كمان انها كانت متعلقه بابوها جدا. انت السبب في المصيبه دي يا شوكه. انا طبعا. ازاي تعين واحد عندك زي ده؟ يعني كنت عايز هنعمل ايه؟ كان بمجرد ما عينته ولقيته شبه المرحوم كنت رفدته. والله بقى انا ما خدتش بالي من الشبه ده. على العموم لازم نخلص منه باي طريقه. لا ما خلاص رفدناه رفدناه. مش عايزاه يعدي باب الشركه دي تاني. لو البنت شافته مره تانيه هتتعلق بيه اكتر وهتبقى مصيبه. مفهوم مفهوم. اوعى من سكتي العواد.
جاي اتنحك جاي اترجى. انا مش جاي اتنحك ولا جاي اترجى، انا ما صدقت خلصت منكم من وشوشكم العكرة. ما جاي ليه؟ جاي اسلمكم مفاتيح الخزنة. هات هات. اتفضل بقى ورينا عرض كتافك. تسمح تمضي لي على الورقة دي؟ ايه دي كمان؟ قولوا طرف يمكن تتبلوا عليا تلبسوني تهمة ما انا عارفكم. اتفضل يا سيدي. غور غور بقى ما تخافش. حساب. حساب ايه تاني؟ انت مش قابض ماهيتك؟ ماهيتي كانت على الشهر اللي فات. واترفدت الشهر ده؟ لا اترفدت في ثلاثة منه. يعني عاوز ايه؟ عاوز ايه؟ اغرق التلات ايام اللي اشتغلتهم. اما كبله بالشكل ده انا ما شفتش. هو اللي يطالب بحقه عندكم يبقى كبله؟ انا متعاين في المخروبه دي ب 12 جنيه في الشهر. يعني اليوم يقف ب 40 قرش. يعني التلات ايام ب 120 قرش. ولاجل الذمه اتاخرت امبارح ساعتين ومواعيد العمل الرسميه 8 ساعات تقف الساعه بشلن. في ساعتين بنص ريال اخصموهم ال 120 يبقى لي في ذمتكم 110. تسمع؟ تعرف لو مشيش من هنا هعمل فيك ايه؟ هتعمل فيا اكتر من اللي عملته. تهزيق وتهزقنا رفض واترفدنا هتعمل ايه؟ تنجرنا من هنا. لا لا شوف اما اقول لك لا. اوامر لا. انا دلوقتي زي زيك بل احسن منك كمان. مداين الشركة ب 110. أنا قلة أدب بالشكل ده ما ردتش عليا. لا شوف أما أقول لك الأخرى لا لا طولة لسان لا. نعم هتتهجم عليا يا فندي؟ ما تيجي تضربني قلمين. مستني إيه ما تضرب؟ ما تضربها ما تضربها يا متوحش يا شرس وحش يلهبك. إلزم حدودك أنت الراجل الأحسن ودينك. إيه؟ إيه؟ ودينك إيه؟ افتح نافوخة الكرسي ده. مجنون المتوحش ده. ديت ايه يعني؟ محضر في الاسم بجنيه اقسمه من 110. يتبقى لي نص ريال هفتح بيه هيكل افندي وانا خارج. بقى كده؟ اه كده. طب مفيش فلوس. مطرح ما تحط راسك حط رجليك كده اهو. اه كده اهو. طيب صبركوا عليا. ان ما رفعت عليكوا قضيه ان شاء الله اخسر فيها نص ثروتي. ثروته ايه؟ ان انا شملتكوا الشركه من 110 ما بقاش انا ايوب جاد الحق. انا ايه؟ ولا مفيش لزوم. غرقتك البلا. انا مش فاهمه يا شوكه ازاي مستحمل الحيوان ده. اعمل ايه؟ ما كانش لسه ظاهر على حقيقته. انا اعصابي اعصابي تعبانه جدا. اديني سجاره يا شوكه. اه حاضر حاضر يا روح حاضر. والله والله لولا وجودك لا كنت رقعت له سلام. انت عارف انا ما باش حد يمسك بكلمه قدامي. ميرسي يا شوكت. يا خساره انت مش قادره تعرفي حقيقي شعوري من ناحيتك. عارفه. امال سايبانا اتعذب المده دي كلها ليه؟ ها يا شوكت حاول تفهم موقفي. موقف ايه بس؟ واحده ست جميله زيك في عز شبابها جوزها مات، ما تتجوزش ليه؟ لازم تعرف يا شوكت ان انا ما عنديش استعداد ابدا اكرر المأساة دي تاني. سبحان الله في طبعك. هي يعني صوابعك زي بعضها؟ مش قادرة انسى المر اللي شفته مع طب وزاد. هعوضهولك بعسل يا حياتي. تتصور يا شوكت اني لحد دلوقتي بقوم من نومي مفزوعة؟ ليه يا روح؟ متهيألي انه لسه عايش وهيطب عليا في اي دقيقة والخرزانة في ايده. يا شيخة ما تقوليش كده. هو قالوا لي ان شركة البواخر متأكدة انه غرق في الحارس. كانت عرضت عليكي تعويض كبير زي اللي رفضتيه ده؟ رفضته لاني مش قادره اصدق انه مات. اللي زي ده الموت يخاف منه. ما هو ده اللي كان مخليني مستحمل المده دي كلها.
لكن دلوقتي بعد ما فاز سنتين على الحارس ولا رجعشي يبقى اكيد مات وشبه موت. تفتكر؟ ودي فيها شك. وده اللي شجعني ان بحرك باللي في قلبي واكشف لك عن سر المأساة العاطفية العنيفة اللي كنت عايش فيها وانت مش جارية بالنار اللي بتاكل في قلبي. يا ست هانم يا ست هانم يا ست هانم يا ست هانم ما طبلت على دماغ صادق يا فندم، ما طربعت على دماغ صادق يا فندم. يا ست هانم جهان، يا ست هانم جهان. مالها جهان؟ داخل بيها من باب الشركة ست هانم، لقت الجربوع عيوب خارج، راحت مسلوطة من ايده واترمت في حضنه ومش عاوزة تسيبه ابدا. ايه اللي جابها الشركة؟ سنخت مخ قلب الرهيف يا ست هانم. هتوجع قلبك. انا عارف انا عارف انا غلطان يا ست هانم، لك حق تشتمي وتضربي كمان، انا غلطان. قاعد العيبة في امانة الله يا ست هانم، مش تغماية وعسكر وحرامية. وطبعا هي كانت العسكر وكنت انا الحراميه. اه طبيعي. ضحكت عليها ست هانم، خلتنا نحط وش في الحيط وراحت متسربه على الجراج. لا يا شيخ والله العظيم يا سعاده. هي اللي ضحكت عليك. اللي حصل بقى ساعه البيه اللي حصل، جريت وراها يا ست هانم، لقيت قاعده في العربيه وعماله تعير تقول انا عاوز اروح لماما، انا بدي ماما، انا عاوز اروح لماما. يا سلام والله العظيم. وسمعت كلامها طبعا وجيت وراها. ودلوقتي ايه العمل يا شوكه؟ ايه العمل يا شوكه؟ ماليش دعوه في المسائل دي. اتفضل روح شوفها، انما المغفل ده يقعد قدامها وتفهم انه مش ابوها. يا خبر، دي كانت تبقى مصيبه يا ست هانم، دي كانت تبقى مصيبه. يا الحكايه كل ما ده عماله بتتعقد يا شوكه. ما هو لو كنت سمعت كلامي واتجوزنا ما كانش حصل ده كله. انت بتقول اتجوز؟ طبعا يا روح. طب انا ما عنديش مال. ولا انا حياتي ولا انا. انت ايه؟ ها؟ امال هتتجوزي مين؟ عارف هتجوز مين؟ مين يا روح؟ ايوب افندي. لا صريفة قوي يا دولة، لما تهزري صريفة. انا مش بهزر، انا بتكلم جد. جد؟ لا دي حاجة جد، ده مش معقول. وانا ليا مين غير بنتي؟ انا مستعدة اعمل اي حاجة في الدنيا عشان اساعدها. دولة، انت جرى لعقلك حاجة؟ وردة مفتحة زيك تحط نفسها في صفيح الزبالة؟ ارجوك تساعدني يا شوقي. المساعدة الوحيدة اللي اقدر اقدمها لك ان اعرضك على دكتور. افهمني بس يا شو، انا مش هتجوزه هتجوزه، انما هتجوزه. هو يعني اذا كان؟ لا انا مش فاهمك بالمرة، انا مش فاهم حاجة خالص. المسألة بسيطة خالص، انا عايزاه يشتغل عندي سكرتير. طب وهتستفيد ايه من كده؟ هيبقى موجود قدام البيت طول النهار وهتفتكروا ان ابوها بحقه حقيقي. طب وبعدين؟ ولا قبلين، بعد ما البنت تخلص مدرسة وتاخد الاجازة يبقى يورينا عرض كتاب. أرجوك تساعدني يا شوقي. أساعدك إزاي بس؟ أساعدك إزاي؟ البنت جت، أرجوك تساعدني يا شوقي. لم أمكن أبداً يا سعادة البيه، لم أمكن. وعسكر وحرامية. خش يا بابا خش. بابا إيه اللي عملها بنت؟ خش يا أستاذ خش، خلي نهارنا يفوت على خير. أخش؟ اتفضل. اتفضل يا سعادة البيه. بيه؟ أنت. أنا بيه. ايه اقعد يا طبو زادة. طبو طبو ايه طبو؟ صادق افندم. ايوه ست هانم. خد جهان على العربيه وانا محصلكم حاجه. لا انا عايزه اقعد مع بابا. اسمع الكلام يا حبيبتي. لا مش هسيب بابا. بابا جاي ورانا حالا. صحيح هتيجي يا بابا ولا هتسافر تاني؟ والله يا مساله. بلاش تسافر يا طبو زادة. ايه طبو طبو اللي بتقول؟ يلا يا شيشة حبيبتي تعالى. ما تتأخرش عليا يا بابا، مستنياك. انتوا ايه حكايتكوا بقى؟ عملتوني اب وانا عمري ما اتجوزت. عملتوني بيه وانا مش لاكل. غيرتوا اسمي بدون مناسبة. تسمعوا تفهموني ايه الموضوع؟ ها؟ تعال هنا يا جدعان، تعال. لا مش جاي. عايزين من ايه تاني؟ رفضوا ورفضتوني، عايزين ايه؟ اخي يا ايوب، هو احنا نقدر نستغنى؟ ما استغنيت يا استهانم. بنهزر، بلاش نهزر. لا نهزر. ما نهزرش ليه؟ بقينا فاضيين والحمد لله. الشغل واخدنا منه اجازه طويله. اجازه ايه يا راجل؟ اجازه ايه؟ ده انت لسه متعين من مده بسيطه. لحقت اعصابك تتعب بالشكل ده؟ البركه فيك يا سعاده البيت.
ما هو كله منك يا أيوب. أنت اللي أخلاقك صعبة أوي. أنا اللي أخلاقي صعبة أستهانم ولا أنتوا اللي عمالين تتخلقوا عليها من الصبح؟ معلش إيه؟ أقعد يا بابا. العفو يا راجل. ما تقعد. سراي. إزيك يا أيوب أفندي؟ الله يسلمك يا استاذ. وازاي الحال كده يا ايوب افندي؟ الله يخليك يا سعد فين. اجيب لك ليموناده يا ايوب افندي ولا اجيب لك قهوه يا ايوب افندي؟ ها سيجاره يا ايوب افندي؟ تولع ايوب افندي تولع. قلت ليه بس حكايه كده؟ ما تطمنش. من شوية كنت شوارع ورد حواري الوقت الزارة سجارة يوم أفندي ولموناتة وبابا وطب وزادة. انتوا ايه بيتكم يا يوم أفندي؟ ده انت قلبك اسود قوي. أبدا والله ده انا قلبي أبيض من بفتة بيضة. قولي. نعم. انت ليه شايل من شوكت؟ يا ست انا ما بشيلش من حد ابدا. هو اللي تملي يا اخي. اصله اخلاقه صعب شويه. اخلاقه صعب كتير يا سالم شويه. ما انت كمان ما بتفوتش حاجه ابدا. وفوت ليه؟ واحد بيشتمني اسكت له ولا انا هنسنسفيل جدوده؟ هنرجع تاني لقله الحياه. لا يا فندم انا بفهمها بس انما مش حاجه. اسكت بتفهمها معلش. على العموم خلاص يلا يا شوكت تعال ابوس راس ايوب. دولت شوكت. دولت شوكت. ايه اللي دولت شوكت؟ سلام عليك. الله كلام ده. يلا يا شوكت. خلاص صف يا لبن. حليب يا قشطة. أنا من جهتي مفيش حاجة. ما أعرفش هو إذا كانت نيته صافية ولا لا. لا صافية صافية صافية. إيه رأيك؟ هو مش بطال بس منظره يعني. ماله بقى منظري؟ مصدي كده ومطرب. معلش يا شوكت ما احنا هننفضوا. تفضلوا يا اللي تفضلوا. ايه رايك يا شوكت نديله علاوه 2 جنيه؟ 2 جنيه؟ لا كتير كتير 2 جنيه. تمام كده حالك انت. خلاص يا شوكت من بكره يتنقل. اتنقل على فين؟ هو انا كل ما افتح بوقي تقول لي هش هش. بس تفتكر يعني انه يقدر يتحمل مسؤوليات الابوة؟ هو صحيح دهل لكن هو ينفع والسلام. خلاص ايوه يا فندم مبروك. من بكرة تقدر تستلم الشغل الجديد. شغل جديد؟ ايوه احنا نقلناك. احسن احسن. الواحد يرتاح من قلة ادب هيك يا فندي وطولة لسان المشكاتب وجلياط به الوكيل. عظيم عظيم جدا. ومن بكره بقى هقول لهم ينقلوا لك مكتبك في سراي دولتها. سراي دولتها. سراي دولتها. بصفة ايه؟ بصفة سكرتير وقدام جيهان بنتي تبقى جوزي. جوزك انت؟ لا قدام جيهان بس. لكن في غير وجود البنت تبقى سكرتير الست الهانم وبس. وبس. يا سلام. امال انت فاكر ايه؟ لا ولا حاجه. يلا يلا يا فندم ما تضيعش وقت. يلا ما تضيعش وقت. انا اشتغل عند دي ليه؟ مش قد المقام ولا ايه؟ انت تعمل اللي بنقول لك عليه من السكات. مفهوم؟ لا مش مفهوم. ايه 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 بني ادمين عندكم ايه؟ مالهمش راي؟ لعبة في ايديكم؟ شطرنج تحركوهم زي ما انتوا عايزين؟ بفلوسنا. فلوسكم؟ فلوسكم ده ايه؟ عايزين تشغلوني اب ب 2 جنيه؟
مش قلتلك عايز يصطاد في الميه العكره؟ انا عايز كام؟ اقولك بلاش حكايه المهية دي. شوف يا سيدي، احنا هناخدك كده مقاول، يعني العمليه كلها ب 200 جنيه. بقولك ما تستاهلش 200 مليم، لكن زي بعض امرنا لله. قلت ايه؟ نبي ولا 2000. اه يا صنفين امرود. 250. 250 عفريت يركبوه؟ لا، انت سوتها خالص. معلش يا شوكت، اديله شيك ب 300. 300؟ انا لا يمكن اوافق على مبلغ زي ده، ده استغلال. ومين قالك اللي موافق؟ يعني عايز كام؟ مش عايز الشغلانه دي خالص. يعني ايه؟ بترفض؟ ايوه برفض. يعني مصر؟ ايوه مصر. حس كده بقى، انت مرفوض. يس الغل. وجبت ايه من عندك؟ ما احنا مرفوضين جاهزين. على الاقل الواحد يخلص من وشوشكم العكره. انت هتلبخ؟ ما لبخش ليه؟ اتفضل السيجاره اللي اديتها لي عشان اعرف البخ مصريتك. برا. طيب استنى. طيب ارجوك يا شوكه تسيبني شويه مع ايوب. ايه؟ تقعدي لوحدك مع السكه كده؟ لا لا، شوف ما اقولك، انت جرعتك. بالله العظيم انا ربنا شرفي. انا عشان خاطري يا شوكه. حاضر يا ستي، حاضر. عشان خاطرك انت بس. انا خارج. ها الف العربية. حوريك، انا حوريك غرقتك البلا. تستلم الشغل عندي؟ لا. انت فاكر
تحدي انا ولا مال قارون يكفي. انت انسان ما عندكش دم. متشكر. انت انسان جبان ما فيش في قلبك رحمه. مظبوط، قلبي حجر. اقصى عليك يا راجل نجم تعمل ايه؟ والبنت المسكينة ذنبها ايه؟ وانا مسؤول؟ طبعا مسؤول، مين اللي قالك تبقى شبه ابوها؟ ربنا خلقني كده. وعشان كده لازم تساعدني، انت ربنا بعتك ليا نجدة من السما. واستهانم اللي بتطلبيه ده صعب تحقيقه. ليه؟ عايز انا بقى شرابة خرج؟ ويعني؟ ويعني زبان؟ مش احسن ما تخلي البنت تعيش تعيسة طول عمرها؟ وانا مالي انا؟ يخلصك لما تكبر تبقى معقدة؟ ما تتعقد. وتكره الدنيا وما تحبش الناس؟ لا تكره. تصور لما ملاك بريء زي ده تكبر وتبقى شيطان وتكره كل زميلاتها بسببك انت. انت بسبب انا استهانم؟ طبعا، مش كلهم عندهم ابهات اللي هي. اعملي معروف يا ست هانم. انا قلبي خفيف ما يستحملش. وصورتك في حضنها. صورت انا؟ قصدي صورت المرحوم. قطعتي قلبي يا ستة. طب يلا بينا بقى. على فين؟ البيت عندي. ليه؟ انت مش وافق؟ لا انا قلبي اتقطع بس. انت فاكر نفسك ايه؟ ده انا كنت اشتري مليون من حاجتي كده ليه؟ مش هنروح بقى؟ لا يا حبيبتي، بابا مسافر وهيبقى يجي لنا بعدين. والنبي ما تسافر تاني يا بابا، انت وحشتني قوي. ما تسافرش والنبي يا بابا، ما تسافرش. حاضر يا حبيبتي. يعني هتيجي معانا البيت؟ امري لله. شرابة خرج، شرابة خرج. طب وطي بقى لما اركبك حمار زي زمان. خرج وحمار. نهايته. وخايف يقعد لحسن البدله تتكرمش. كنت لازم اعمل كده. البنت تقول ايه لما تشوف
اللي كان جاي بيه قبل ما لبسه ونخليه بني ادم. والله يا ست هانم لو ابوها عرف انه هيتبهدل البهدله دي كلها ما كان رضي يموت ابدا. مش عارفه اعمل ايه يا صادق افندي. معلش استني مستحملي كلها 15 يوم والست جهان ترجع على المدرسه تاني ونستريح من قرف. لسه هستحمل 15 يوم؟ هنعمل ايه يا ست هانم؟ ايوه انا جاي حالا. ايه ده؟ ايوه نعم عايز مين حضرتك؟ اوبا احنا ما عندناش الاسم ده. ايوب بس اوبا الايوب جد الحق عنده شخصيه بتجذب الستات. تتصور الحيوان ده عنده شخصيه؟ سيجاره يا صادق افندي. قالوا المصيبة بتقول ان لو ما قابلهاش هتنتحر. امال انا مش لاقي واحدة تنتحر علشان ليه؟ وانا يعني مش شخصية ولا ايه؟ انكتب انت راحة. ايه انكتبنا يا ست هانم انكتبنا. اسمع يا صادق افندي، فهموا ان لو ما بطلش الحاجات دي انا هطرده، هرميه في الشارع، هخليه يلحس البلاط. مش هيصدق يا ست هانم مش هيصدق. ما هو عارف انه ماسكنا من رقبتنا. انا دولة البيرق دار كاف يتعامل فيا كده؟ ايوه صحيح يا ست هانم. مين يصدق ان البرق دار كف من دار البرين وسيف سيوف البحرين؟ البرق دار كف اللي جيوشه هزت عروش وحركت تيجان من فوق دماغ اصحابها. مين يصدق ان جربوع زي يوجد الحق يتحكم في حفيدته يقول لها شي تمشي يقول لها يس تقف؟ لكن انا هعرف اوريك. اي انا هخليه يمشي يتلفت وراه. صبرك عليا يا ايوب يا ابن يا ابن جد الحق. ما فيش احترام ما فيش اعتبار عندكم لدعامات الناس. بسلام تشرف يا ست هانم. مش طايقه اشوفه مش طايقه اسمع صوته. معلش لازم نستحمل يا ست هانم. خدتوا من البلاوي في اللي مشغلكم. الادب يا ست هانم. صباح الخير يا مدام كاف. وانت يا بجم انت راخر اتفلقوا. تويست اجين. شرب البلاوة انت يعني لا دي عازم بنات امريكان اصحابي على العشاء. يبقى احجز لي ترابيزة في الاوبرج. الو مين ميرفت؟ لا يا ست ميرفت مش موجود. لا 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 عيب عيب تلك ميت مرة بلاش حاجات دي. الو ايوه يا ميمي. لا يا روحي موجود. طلعت روحك. مين اللي كانت بترد؟ لا دي البنت الخدامه. اصلها غبيه شويه. فاكر معاك طبعا. هي المواعيد اللي زي دي تتنسي سوزي؟ لا وحياتك ما انت عارفه انها بتلقح جتتها. ده انا حتى زوغت منها في ثلاث مواعيد. عشان خاطر جنون وجنون وجنون. اتوتالير. مستقيم. صادق افندي. ايوه استهاني. لازم تفهم يا صادق افندي ان بيتي مش كباريه يتكلموا فيه الشراديح بتوعك. انا ليا شراديح يا استهاني؟ صادق افندي. ايوه افندي.
فندي. ايوه يا فندم. كل الستات اللي تعرفهم من فاميليات كبيره حاجات هاي. ده بس من ذوقك يا فندم. صار يا فندم. ايوه استهاني. مفيش واحده ست محترمه ترضى تبص في خلقتك. ده مش كويس كده وبعدين ده. يا صادق يا فندي. ايوه يا فندم. المجحوم طب وزاده بيه اللي كانوا بيخوفوا بيه العيال كان نسخه تانيه منك. لازم تفهم يا صادق يا فندي ان المرحوم طب وزاده كان ضفره بمليون من عينتك. يا صادق يا فندي لو المرحوم عنده ذوق ما كانش اتجوز واحد زيك. لم يا صادق يا فندي. لو كنت راجل يا صادق يا فندي كنت وريتك شغلك. طب وريني هتعمل ايه يا صادق يا فندي؟ يخص عليك يا متوحش كده كده تضرب واحدة ست. صادق افندي. لا مالكوش دعوة بصادق افندي. راجل متشرد اهلك ما عرفوش يربوك. لا 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 كله الا سيره الفاميليا. فاميليا؟ هو حضرتك عندك فاميليا؟ طبعا وفاميليا محترمه كمان. هو في فاميليا محترمه كمان ترضى تخلف واحد زي حضرتك؟ على الاقل ما اسمهاش كاف. الزم حضورك يا فندم. انت انا دولة البراء دار كاف بنت عثمان الارناؤوطي ابن سلوقي محمد لازغل البراء دار كاف. يا سلام. ويعني ما ايوب جد الحق ابن الحق جد الحق ابن المعلم جد الله ابن الوسطى جد المولى. ايه الاسامي البلدي دي؟ على الاقل ليها معنى انما كاف دي اللي ملهاش معنى. البيرق دار كاف يا مغفل يعني كاء الطبي. ثم انت مين انت عشان تسالني عن عيلتي؟ جدك كان كاء الطبي؟ لا ابوك كان كائد طبيب؟ لا امك
في الجنينة. لا أنا عايزة بابا هو اللي يجي معايا. خلاص روح معاها يا تبوزات. حاضر يا مدام كاف. يلا يا جيجي. لا يمكن التعتع من هنا.
نسافر سوا ونرجع سوا. أصلك بتوحشيني أوي يا حبيبي. إيه يا شوكت مالك؟ أعصابك تعبانة ولا إيه؟ شوي أصلي كنت سهران للدبان. يا راجل بطل صرمحة بقى. راجل في سنك ده لازم تشوف له واحدة تلمه. أتجوز يعني؟ ها؟ إذا لقيت واحدة ترضى بيك تبقى فرصة. أهو ده الموضوع اللي جاي أكلمك فيه. أنا فعلا لقيت. دي لازم لابسة نظارات. نظارات؟ طبعا يا حبيبتي، المغفلة اللي ترضى تصطبح بالخلقة دي لازم ما عندهاش ذوق بالمرة. بتقول ايه يا شوكت؟ بقول انها ست من عيلة محترمة. ايوه، المهم العيلة المحترمة، الحسب والنسب. اعمل زيي. شوف انا مناسب مين؟ عيلة كاف بحالها. لازم انت كمان تناسب عيلة طه، عيلة صه، عيلة لم ألف. ما هو ده الموضوع اللي جاي اكلمك فيه. اطلعي اوضتك يا جيش. حاضر يا ماما. لا تتنضرب فين. قولي يا شوكة، زي شعر دولة؟ بالظبط. وقوامها ملفوف زي قوام دولة؟ بالظبط. تكونش عايز تجوز دولة؟ بالظبط. ولا حاجة. عايز اقول انها شبهها بالظبط. شبهها؟ يا راجل، هو في واحدة في حلاوة وخفة ودلال وجمال دولة؟ ايه ده، انت هتغسلها قدام. انت مالك يا اخي؟ راجل والست بتاعته بيحبوا بعض، بيغزلوا بعض، تتحشر ليه؟ تتداخل ليه يا بارد؟ مش بارد يا روحي؟ بارد قوي يا حياه. لا يا طب وزاد بيه. انا جاي اكلمك في موضوع مهم. قولي قبلة. الست اللي هتتجوزها دي جدها كان قائد طبيه؟ لا. ابوها كان قائد طبيه؟ برضو لا. امها كان قائد طبيه؟ لا. تبقى مش زي ده ولا تتجوزها ازاي؟ يلا يا جيجي يا حبيبتي اطلعي اوضتك. لا تطلعي فين؟ انتوا عايزين تطلعوها ليه؟ ما تسيبوها. اذا كانت مبسوطه سيبوها. مش مبسوطه يا روحي؟ ايوه يا بابا. خلاص انا كمان مبسوط. شرب ليمون يا شوكت. الليمون كويس للي في سنك. جيجي اسمع الكلام يا حبيبتي واطلعي اوضتك. اطلع يا بابا. ايه؟ ما باليد حيلة. بابا. ايه يا شوكة الموضوع اللي كنت عايز؟ بس قصدك بتوحشيني قوي ونفسي ما تبعديش عني ابدا. ¡Gracias!
مدين الشغل حقه وزياده شويه. عايزين لك الفت في الشغل ما بلاش على ذمتي. ذمه؟ هو انت عندك ذمه؟ هو انا حلت غيرها؟ من قبض الاجره حسبه ربنا على العمل. مش عاجبكم؟ نقلع عده الشغل وكل من كان يروح لحاله. انا شايفه كده برضه. بتقول ايه يا سالم؟ بتقول لك بالعربي بالعربي ورينا عرض كتاب. اتكلمي جد يا سالم. هو كان في هزار بيني وبينك قبل كده؟ وبنتي بنتي بنتي بنتك يس. انا خدت الحكايه جد. والله يا سعاده البيه لو كان لي يا بنت ما كنتش حبيتها اكتر من كده. اسمع يا ايوب. نعم. يا اخي هتتجوز؟ ايه غريبة دي هتتجوز؟ لا مفيش حاجة بقت غريبة في البيت ده. بس احنا قررنا ان احنا نتجوز الشهر الجاي. احنا؟ احنا. هو حضرتك العريس؟ العريس. مبروك يا سعادة بيه. الله يبارك فيك. مبروك يا استاذ هاني. الله يبارك فيك. وافتكر ان وجودك دلوقتي ما بقاش مناسب. فعلا ما بقاش مناسب. انت زعلت؟ لا يا سالم بالعكس، ده انا فرحان فرحان جدا. امال مالك؟ الفراق صعب يا سالم. حبيتكم زي ما تكونوا اهلي تمام. حضرتك وجيهان وصادق افندي والكلب، حتى الكلب حبيته زي ما يكون من بقيه اهلي. معلش يا ايوب افندي، مفيش حاجه بتفضل على حالها. مظبوط، كل شيء بينتهي، حتى عمر الإنسان بينتهي راح. هل إذنكم؟ على فين يا أيوب؟ رايح أقلق عدة الشغل. الأراجوز مهمته انتهت. ملوش لزوم، اعتبر الهدوم دي هدية مني ليك. لا يا استهانة، مش عايز حاجة تفكرني بالحلم الجميل اللي كنت عايش فيه. على راحتك، على راحتك يا أيوب. استهانم. نعم. ممكن اودع جيهان قبل ما امشي؟ طبعا. شكرا استهانم. ايوب. نعم. ممكن اطلب منك خدمة تانية؟ خدمة واحدة بس، اطلب عناية اقلعهم لك عن طيب خاطر. ارجوك تفهم جيهان انك مسافر وهتتأخر شوية. لو حبيتي كمان افهمها ان انا حموت ممكن. لا الحكاية دي هنبقى نفهمها لها احنا بعدين. نجاملك في الافراح يا شوقي. ومن بكرة تقدر تستلم الشغل في الشركة. افتكر مفيش داعي الحكاية دي رخوة. ياه، انت بتكرهنا للدرجة دي؟ ومعقول اكرهكوا يا استاذ هاني؟ امال مش عايز ترجع الشركة تاني؟ لا معلش، يمكن جيهان تطب عليا وانا هناك تبقى مش لطيف. عندك حق برضو ايوب افندي، وانا شايف كمان ان البيت ده ما تعتبوش تاني. وانا عاد ليا في ايه؟ والشارع كمان يا ايوب افندي، والبلد كلها لو حبيت. عن اذنكم. يا حرام، صعب عليا قوي. يا شيخ اسيبك، ده شغل بولوتيكا. انا حافظ الاشكال دي كويس. دي كان عاوز ازود قرشين ولا حاجه. لا يا شوكه، الكلام كان طالع من قلبي. هي الاصناف دي عندها قلب. ارجوك يا شوكه، مفيش داعي تستهون بمشاعر الناس. انا متاكده انه بيحب جيهان جدا. وبعدين وياكي بقى، انا مش عايزك تقلبي الموضوع دراما بالشكل ده. يلا يلا روحي غيري هدومك عشان ننزل نشتري الشبكه. شبكه؟ طبعا جاهزه عند الجواهرجي. انا نقيت لك حته خاتم سولوتير لكن يهوز جنان جنان خالص. يلا يلا يا حياتي يلا. طب مش نستنى لغايه ما نشوف هيعمل ايه مع جيهان؟ وبعدين وياكي بقى، انا مش عايزك تحضري موقف زي ده. حاكم انا عارف رقه عواطف. يلا يا حياتي يلا. الحمد لله بلوى وانزاحت من سكتي. الحق الحق يا سعادة البيه. ايوب يا سعادة البيه. ماله ايوب؟ بيلم هدومه. عارف ده مصمم انه يسيب البيت يا سعادة البيه. قلت لك عارف. احوشه؟ لا هو عصبي شويه لكن انا ممكن اقنعه واخليه يقعد يا سعادة البيه. قلت لك لا. الله يشفيك.
طب وجهالة سعادة البيه؟ مالكش دعوة بيها. دي بتحبه جدا. أنا في حياتي ما شفتش راجل حشري بشكل كده. يا أخي أنت مالك؟ أنت مالك؟ مال إزاي؟ ده أنا مربيها يا سعادة البيه. أسمع بقى، أنا مش عايز مناقشة. إن كان صعبان عليك ممكن تحصله أنت راخي. أنا أعد لك هنا. أنا من بقية التركة. شاتر شاتر. قول للست هانم بقى إني منتظرة في الجنيه. شايل من جهتي حاجة؟ لا ابدا ابدا يا سيوب. انا صحيح لبخت معاك شوية، انما الشغل كان عايز كده. الشهادة لله انت لسانك طويل حبتين، لكن معلش. بالمناسبة دي القلم اللي هبتهولك من شوية ارجوك تهبدهولي. يلا العفو يا سيوب العفو. لا والنبي، انا احب اصفي حسابه والباقي. ما حبش حد يبقشش عليا. يا سيدي انا مسامحك. والنبي بلاش حركات يا صادق يا فندي. يا ريتك انت تديني 30 قلم بس تقعد علشان خاطر جهان يا سيوب. ما عادش يجي منه يا صادق يا فندي. طمني عليهم اول باول. من عناية يا سيوب. بس اتصل بيك ازاي وفين؟ اهي فين دي بقى اللي معرفهاش. على العموم انا هبقى اتصل بيك في التليفون واعمل صوت واحده ست عشان ما حدش يعرف صوت. اشوف وشك بخير. مع السلامه سيوب. بابا شهان. خلاص ماشي يا بابا. بس يا حبيبتي بس ما تعيطيش. طب ما تمشيش وحياتي عينك يا بابا. ما تمشيش. لكن عندي شغل. اسمعي، انا هسافر وانا جاي هجيب لك معايا عروسه قد كده. لا يا بابا انا مش عايزه العروس، انا عايزك انت يا بابا. طب اضحكي اضحكي. طب نعم. انت رايح فين؟ رايح فين؟ رايح الشنطة.
كمان عروسة كمان جاي عروسة لكن أمورة عجيبة تطير زي العصفورة تغني وترقص كده هو وما تدوسي عليها ايديها تسقف يا اختي عليها ورجلها ترفص كده اهو هو انا ليا من غير بنتي تعب سفري عشانك انتي اطلع يلا مش اطمنتي ايوه بابا اطمنتي خلاص عرفتي رايح فين عرفت رايح فين رايح اجيب الدم من نيله واقلب يومه في نص الليل وان ما قدرتش اجيبه حسيبه وارجع ملقتلوش فين رايح اجيب الدم شوبة رجعت ايوب تاني معاد النادي لا ما افتكرش اصله بقى مش من مستوايا استيريو الهرم لا راخر مش من مستوايا تقابليني فين والله لو حبيت تقابليني تجيني قهوة كتكوت وانتي لو تعرف مش
شوكت بيبي يساعد حضرتك استلام في الجنين. استهان يجي منه ارجع للشقة تاني. طب وزادة يا مغفل، حد يبقى متجوز واحدة زي دولة ويموت؟ انا لو منك كنت تبت في الدنيا بجدية وسناني اطحن الصخر بضوافري ولا اقولش لا. انت بتكلم نفسك يا سأيوب ولا ايه؟ اتكلم المغفل ده صادق افندي. الدنيا دي غريبه قوي. ليه يا سيوب؟ اتنين شبه بعض، ربنا يقصف عمر الغني ويسيب الفقير يتعذب في دنيته. ما هو الغني ده ياما ورانا النجوم في عز الطهر يا سيوب. وراكوا النجوم ليه؟ كان طيار. طيار ايه؟ ايه يعني؟ قصدك شراني يعني؟ شراني. هقول لك ايه ولا ايه يا سيوب؟ لا قول. ده احنا كنا بنمشي على طراطيف صوابعنا. كنت وشوش الخدامه في المطبخ يروح مزعق من فوق ويقول بطلوا زعيق يا حرش. كده كده. يا ولد. ايه يعني؟ كان مركب رادار في ودانه؟ رادار في ودانه. شوكت بيه. شوكت بيه ده اللي محدش عارف يكلمه. المرحوم كان يزخر له الزغره من دول يسيب مفاصله. يا ولد ايه ده؟ تعالى كده يعني كان راجل حافظ مركزه. ايه؟ حافظ مركزه؟ انت كنت تعرف المرحوم يا سيوب؟ ولا عمري شفته. ليه؟ اصل احفظ مركزك دي الماركه المسجله بتاعته. ايه جده كان اسمه احفظ مركزك؟ لا. امال ايه؟ بس لو واحد عمل حاجه مش على مزاجه ولا حاجه ما عجبتوش يعمل ايه؟ يروح زعق فيه الزعقه من دول يقول له احفظ مركزك. وعديك بقى على اللي كان يحصل بعد كده. يحصل ايه يعني؟ احفظ مركزك دي بقى كان فيها خصم رفد ويمكن ضرب كمان. الله الله والله العظيم يا سيدي. يا ولد اظن بقى الحد دوله هانم وهو اللي كان بيحفظ مركزه. بتقول ايه يا سيوب؟ بتقول ايه؟ ايه؟ ده كان في طلعته وفي نزلته ما كانش على لسانه غير دولت احفظي مركزك. ودي كان بيخصم منها ايه؟ مصروف البيت؟ مصروف البيت؟ تعال يا سيوب. نعم. شاف الخرزانات دي كلها؟ شايف. احفظي مركزك مع دولة هانم كان معناها علقه بواحده من دول. النهار اسود. الله العظيم يضربها. ايوه هي اللي زي دي تنضرب يا صادق افندي. شوف يا سيوب، دي لعبه جميله تتحط في فاترينه ويكتبوا عليها ممنوع اللمس. حته مارونج لاسيه ملفوفه في ورق سوليفان والواحد يخاف ياكلها. يضربها. لا تضربها في قلبه. استني. وعدوك بقى يا سيوب. عدوك لو شافها لابسه فستان احمر. ايه ده الاحمر؟ الاحمر بالذات يعني بيليق عليها قوي. يجن يجن من اللون الاحمر. زي الطور يعني. وهتتجوز راجل يسعدها بعد المر اللي شافته مع المجحوم. والله ما انا عارف اقول لك ايه ولا ايه يا سيوب. لا اقول في ايه؟ انا قلبي مش مطمن للحكايه دي. ليه؟ مش مطمن ابدا. يا فندم. ايه ده؟ العيال صدق يا فندم. في ايه؟ جاني يا صديقي افندي. مموت الامزان من عيادي عمتها. ليا ايه؟ اطلع لها يا سيوب. لا لا انا قلبي خفيف ما يستحملش. اطلع لها. طيب انا طالع لها. بس يا نفيسه بس انا طالع لها. اضربها. ده الضربه في قلبك واحفظ مركزك.
كوريا. ما راح افتح الباب. هاي اضربها والنبي اخرم لك عينك الثانيه والنبي. تفضلي. ايوب. نعم. في واحده ست عايزه نهاني. وبتقولي لنا ليه؟ مش حضرتك يعني سكرتها وانت وهي واحد؟ لا احنا من النهارده اتنين. انا من سكه وهي من الثانيه. لكن يا سي ايوب دي بتقول ان الست جايبه مصيبه واللي هيجرى لها مصيبه كمان. الست العدله؟ اه. يا نهار اسود مصيبه ايه؟ مش عارف. خليها تتفضل. طيب. يا رب امنع عنها المصايب هي وعيله كاف بحالها. هذا المساعد. هاي هك. ايه ده؟ ممكن اقعد؟ ممكن اقعد؟ قعدت يا سامي. أرجوك. نعم. بتقول ايه؟ أرجوك. طب اعملي ايه يا نفيسه؟ مفيش لزوم. انا جاي اقابل دولة هانم في كلمتين وامشي. والله ايه الست هانم مش موجود. أرجوك. الله. هي فين؟ بتعمل ايه؟ بتغسل؟ بتعجن؟ بتخبز؟ ايه؟ مش عارفة ان انا جاية ولا ايه؟ لا والله يا سامي محدش يعرف انك جاية. أرجوك. الله. ايه المصيبة دي؟ أنا جاي أمنع مصيبة أمنع كارثة. مصيبة إيه يا فندم؟ مصيبة حاطة بالعرض دماغ دولة هاني. بس حضرتك فسري كلامك شوية. أرجوك. مش ممكن. ده سر ما أقدرش أقوله لحد غيرها. يا استهانم أنا مش غريب، أنا سكرتيرها الخصوصي. إيه ده؟ جايباهم فرط وعماله تقولي لي ارجوك. ممكن تولعلي؟ ممكن اولعلك؟ ما بتحسش باللي بتعمله. يا سلمى انت مولعه. تعالى هنا. نعم. خد. ايه ده؟ مصروفة. مصروفي؟ طب وليه التبذير ده؟ والله الواحد يخرم لك عينك البتاع ده. مصروف يا جوزي الاولاني ماله؟ مات المية في حياتي. ارجوك. الله. بعد ما مات بشهرين اتعرفت بواحد أوام كده؟ عطف عليا، بقى يجي يواسيني. كتر خيره. أرجوك. لا بعد كم يوم قال لي أنت وحيدة وأنا وحيد. أنت أرملة وأنا أرمل. أرمل؟ أرجوك. ورفعت عن بعض. أرجوك. الله. وراح عازمني على الغدا في مطعم الورده المفتحه. يا سلمى انت هتحكي لي تاريخ حياتك؟ اختصري من فضلك. أرجوك. وبعدين بقى سافرنا على اسكندريه. بعد يومين راح يجيب لي الشبكه. نعم يعني اتجوزت؟ على طول. سافرنا على اسكندرية على طول نقضي شهر العسل في اوتيل الديك الذهب. ما عندكش فكرة يا استاذ عن السعادة اللي شفتها. طب فين بقى المصيبة؟ ارجوك. المصيبة بعد شهر العسل. ستة شهر. ايوه. وكبشة طبعا اللي ورايا واللي قدامي. حتى الخاتم السوليتير الشبكة سرقه وهو ماشي. يعني حضرتك جاية طالبة إيه عالة؟ أرجوك. الله. في حاجة أرجوك؟ أعانس. يا حظ. أمال جاية ليه؟ جاية حظر دولة هانم طبعا. دولة هانم داخلها إيه في الموضوع ده؟ ما هو اللي عمل معايا كده هي اللي هتتجوزه. يا نهار أسود. لو أنت كنت
متجوزه شوكت فتح الله؟ هو بعينه يا حضره قطع وقطعت سيرته. اول ما قريت خطوبتهم في الجورنال صعبت عليا فجيت احذرها على طول. متشكر يا استهاني، فيك الخير والله. ارجوك. وبعدين بقى متأكدة. يعني ايه؟ اصل الستات في سن حضرتك
بيتهيأ لهم حاجات كده مش تمام. أقول لك إيه؟ أصل الحب أعمى. الحب الأعمى ولا هو الأعمى؟ لا قولي يا فلان قولي. ضحك عليا. لف عقلي. قعد يقول لي أنت وحيدة وأنا وحيد. أنا شاب وأنت شابة. صدقته. وان جيت للحق ما صدقش غير في الكلمه دي. وبعد يومين عزمك على مطعم الورده المفتحه. مظبوط. وجاب لك شبكه. تمام. وخدك على اسكندريه وقضيت شهر العسل في اوتيل الديك الذهبي. تم متجوزك انت كمان. شوف عني الحجاب. لا فضفض يا استاذ. كسر قلبي. دبل زهرة شبابي. هو انت ليكي زهرة شبابي؟ ضيعني اللي قدامي واللي ورايا. حتى تستاري الوحيد اللي كان بيفكرني بيه سرقه وهو ماشي. قصدك الخاتم السوليتير اللي كان خاطبك بيه؟ تمام تمام. طب يا سهل. نعم. اتفضلي حضرتك ولما تيجي دولة تاني هقول لها على كل حاجة. ميرسي. العفو. أشكرك على كل حاجة كنتوا عايزيني. أي. نمرة تليفوني. حاضر. حاضر. ميرسي. العفو يا فندم. أوروفوار. مع السلامة يا سهل. على فكرة. نعم. كنتوا عايزين تكلموني في التليفون. أي. خلوا دولة تاني هي اللي تكلمني. لحسن جوزي الجديد بيغير عليا قوي قوي قوي. جوز حضرتك الجديد؟ أيوه. طيب سؤال من فضلك. اتفضل. هو جوز حضرتك الجديد غاوي اثار؟ مظبوط. منين عرفت؟ لا دي حاجه مش عايز انا بقى. ما تنساش من فضلك. مع السلامه. كل دوله تعالي وتكلمني في سيرتك. شرفت ومؤانستك بحضرتك. رمبارة يا فندم. مين ميرسي؟ ما هو بدري يا استاذ. ميرسي قوي. مع السلامه يا فندم. شرفت ومؤانستك. مش ممكن.
حمام بخار وحمام البخار الصبح وحمام التاني بالليل، يعني كلها جمعة وما تلاقونيش. أكون ضبط يا راجل بقيت بخار. دي احنا مش قلنا لازم نستحمل علشان خاطر جهان؟ ما قلناش حاجة يا أخي، عشان خاطرها بشيل الزفت فوق دماغي، لكن كل شيء بالعقل كويس يا صديقي يا فندم. طب بس اهدى قبل ما أجيب لك الشاي بتاعك. أنا متعود أكل نوم قبل ما أشرب الشاي. الله، أنا مش طلعت لك الفطار فوق في أوضتك؟ اللي طلعته لي ده اسمه فطار؟ طبعًا. صينية طويلة عريضة وشوك وسكاكين ومعالق وأطباق مغطية ومكبات وفوطة صفرا وفوطة بيضة وفوطة تركواز، واتش في الغطا ألاقي طعميايا. طعميايا يا راجل يا ديني، طعميايا. انتوا جعانين كده ليه؟ طب وزاد بيه كان راجل نباتي. نباتي؟ اه. نباتي يعني ايه؟ يعني عايش طول عمره على كده، على الطعميه والفول. بقى يعني بعد ما صدقت اني بقيت طب وزاد عشان ابر نفسي بالحمام والوز والبط، او ما الاقي كده اسمتك كده بقى يا سيوف هنعمل ايه؟ يعني في البلد 30 مليون ما تجيش قرعتي الا في واحد نباتي زيي. انت رخر نباتي يا سيوف. اه نباتي بس مش بكيفي غصب عني. 25 سنه وانا على دي الحال، يا نباتي يا مائي. مائي؟ اه مائي، يعني ساعات ما يدخلش جوفي الا الميه. اما اروح بقى اجيب لك الطعميه. والنبي مش مكسوف من نفسك وانت بتقول لي طعميه؟ دي طعميايا. طعميايا يا راجل يا ديني. طب خليهم اتنين، تبقى واحدة في ايدي وواحدة في بقي. وبيت طويل عريض وخدم وحشم وطب وزادة واحفظ مركزك وطعميايا. طعميايا يا جعانين يا فجعانين. لازم نمشي على النظام بتاعه وزي ما كان بيعمل نعمل. حط في عينك حصوة ملح وخليهم اتنين ورست خلاص. نهايته نشرب الشاي قرديحي والسلام. اوعى تكون جايب لي شاي. سلام عليك كده وانت بالبدلة السموكن ومنباخ وبيتقدم خطوة وبيتأخر التانية وبعدين بقى وطعميايا. طب خليهم اتنين يا جعان يا فجعان. خلاص يا سيدي خلاص، يبقى انزل كل في المطعم اللي جنبنا. ما تجيبه عشان اكل كمان. سني في بيت طويل عريض وطعميايا. اقص عليكم اقص. ايه ده؟ ايه؟ ده من غير سكر. طب وزاد بيه كان بيشربه كده يا اخي. ليه يا اخي؟ ده السكر بيجيبوه بالقصب، يعني نباتي. الناس الارستقراط بيشربوه كده. يا شيخ روح انت والناس الارستقراط، اوعك تفهموا حاجه. يا شيخ روح تعمل لي كده زي البتاع. شيخ راي خلاص خلاص. مشيت مشيت مشيت.
سويت الهوائل. خليهم لك اتنين خلاص. لا والله والنبي يا جعانين يا فجعانين. ايه ده؟ دي صورة شوكت بالبدلة الرسمي. تتم هذا الأسبوع خطبة الوجيه الأمثل شوكت فتح الله على ربة الصون والعفاف السيدة دولة البيراء دار كاف، وكمان بالبدلة الرسمي. دي جرايد امبارح. ايوه اصل المرحوم بقى. يا دي المرحوم. هو المرحوم ده يا اخي عامل زي شريك المخالف؟ ايه كان كده كان كده يا فيوم. هو ايه مستقصدني؟ خد اخويا. ما كانش بقى غير جرايد البيت دي. في حد يرغى البيت هو طبعه كده وانت لازم تعمل شيخ من الكلام. كل نظامكم زي القرف. اسمه ده شيخ؟ مساء النور على البنور، يا مساء العندليب المتمكن من شد وصوته على شجر الياسمين. يا مساء اشتم يا مساء الزفت، يا مساء الهباب على دماغك ودماغ عيلة كاف بحالها. راجل كان بيعاملها بالشكل ده بالظبط. إذا كان على كده خد من ده كتير. قلة أدب. ست مفيش في وشها ريحة الدم. إيه بس اللي مزعلك؟ مش عارف إيه اللي مزعلني. حصل مني حاجة غلط؟ حاجة واحدة بس. حاجات يا سالم حاجات. ماشي ماشي. مزعلني يا سالم. اللي مزعلني قول لها ايه اللي مزعلني يا صلي فلان. لا لا العفو يا سعاده البيت. العفو تقول لها سيادتك. لا قول لها قول لها انا وانت واحد. لا لا ما تجيش ابدا يا سعاده البيت. سيادتك تقول لها اوحى. اللي مزعلني يا سالم اني انا بمركزي الثقافي والاجتماعي والبحري او ملاقي وبعد ده كله مش عايزني ازعل. متأسف على ايه؟ وانا قلت حاجة؟ تاخديني على قد عقلي ولا ايه؟ ها؟ انا مش عارفة اتفاهم معاك ابدا، لا كده عاجبك ولا كده عاجبك، دي ما بقتش عيشة دي. اه شوف شوف شوف. شبه حتى بدل ايه ده؟
بتتكلم عن مين؟ ما هون أيوب. أيوب، ودي معقولة يا روحي؟ إيه يعني؟ أفكرتيش يعني إنك تحبي؟ أحبه؟ تتجوزي؟ أتجوزه؟ ليه مش شبهي؟ أنت بتقول إيه؟ أنا أتجوز الحيوان ده؟ حيوان؟ طبعاً. أنا كل ما أشوفه يركبني 60 عفريت. كلها. ده شكله يا ساتر يا رب، ما تفكرنيش يا شيخ. ماله شكله؟ عينيه عاملين زي البيض الممشش. بيض الممشش؟ وانا يا زي ايه؟ يا لوحي يا لوحي يا لوحي على عينيك. عينيك النباهة بتشر منه. النباهة بتشر منه؟ ولا شعره؟ ماله شعره؟ شعره عامل زي فروة الجدي الزرايبي. زرايبي؟ وزرايبي دي يعني ايه؟ يعني خريج زريبة. وشعرنا زي ايه؟ شعرك يا اختي على شعرك، شعرك زي سبايك الذهب. ولا خدوده؟ مالها خدوده؟ كل ما اشوفهم يبقى نفسي ومر عيني الطشوا عليهم قلمين. ولا ودانه؟ بس ده انت شركتي خالص. هو انت لسه سمحت حاجه؟ ده لا يمكن يكون بني ادم. عندك حق، مش ممكن يكون بني ادم. صلي يا فندم. ايوه يا فندم. هات البيبه بتاعتك. اجيبها لك انا يا روحي. بس مش عايز اتعبك. تعبك راح يا حياتي. هو انا لو ما كنتش اتعب علشانك انت هتعب علشان مين؟ طب اتفضلي اتفضلي اتفضلي. سبايك الدهب وخدودي زي التفاح الامريكاني ومش عارف ايه اللي بيشر من حبال عليا. البدله خلتني بني ادم يا صادق يا فندم. امال انت فاكر ايه يا سيوب؟ للدرجه دي المظاهر تعمل في الناس كده؟ طبعا. يا سلام. البيبه يا روحي. Thank you.
تقرا جرايد البيت. نقص الخبر بقى نقص. انا ساعدك. الله حاجه لطيفه قوي. حاجه جميله. هسال حاجه ثانيه فيه. الحمد لله خلصت من جسم الجريمه. الله والله يا ست هاني انا ما منعنيش عن زيارتك السنتين اللي فاتوا بدولك الا الشوق. اي والله شوكت طب وساد بيه. الحمد لله على السلامه يا سعاده البيت. الله يسلمك. والله يا سعاده البيت البيت والشركه والبلد كلها كانت مضلمه من غيرك. ونورت دلوقتي. ايوه والله يا سعاده البيت. الواحد كده قاعد لا بيه ولا عليه وبص لقى النور اتحدف عليه مره واحده زي القدر مستعجل. اطمن. اهو القدر مستعجل ده قاعد لك. نعم. قصدي الدنيا هتفضل منوره على طول. ظريف. ظريف قوي يا طب وسادة بيه. لك ما قلتلاش يا سعاده البيت. ايه اللي اخرك عننا المده دي كلها؟ والله احنا افتكرناك غرقت. اغرق؟ وده اسمه كلام ده؟ واسيب مراتي ارمله وتتجوز من بعدي؟ لا ما يصحش. اكسى عليك يا طب وسادي، هو في راجل بعد منك يملى عيني؟ لا فين ازرق؟ فضل. يا سعاده البيه. لما انت ما غرقتش كنت فين المده دي كلها؟ والله كنت في فرنسا. فرنسا؟ مركب ما غرقت فوق فرنسا. لكن اللي نعرفه احنا ان المركب غرقت جنب الصين. جنب الصين؟ جنب الصين. انت متاكد؟ طبعا متاكد. ساعات البيت لا متاكد. يبقى لازم الطيار حدفني على هناك. انت عارف ان كل البحور صايحه على بعضها، يعني سكه ابو زيد كلها مسالك. حاجه كده عامله زي نظريه الاوان المستطرقه، كل الطرق تؤدي الى فرنسا. ما شاء الله ما شاء الله. وانت عامل ايه يا شوكه؟ اتجوزت؟ لا والله يا سعادة البيت ما حصلش نصيب لسه. يعني ما فكرتش في الجواز؟ لا عينك ما زغتش على واحدة كده واحدة كده. ما انت عارف يا طب وسادة بيه ان ماليش حظ مع الستات. بيجوزوك وياخدوا فلوس. اصل عبيط قوي يا دولة. فاهمة كل الستات على نياتهم زيك؟ دول بيتجوزوا وياخدوا فلوسهم. بلاوي الدنيا كتير. قومي وريني اخبار العالم. وريني الجرايد. اشوف اخبار العالم اللي كنت غايب عنه ايه. حركي حركي حركي. اخبار دي يا
الخبر. دي حاجات غريبة قوي. يا خبر أبيض. إيه ده؟ يا تحبوا أقرأ لكم اللي مكتوب؟ أقرأ لكم. يا تم هذا الأسبوع قبة الوجيه الأمثل شوكة فتح الله على ربة السوق عفاف السيدة دولة البيرة دار كاف، وكمان بالبدلة الرسمي. ما فيش راجل يملى عينك. طيب أستأذن أنا بقى. اقعد عندك. أستأذن تروح فين؟ وكالة من غير بواب؟ فوضى. انا شايف يعني كنت هتتكلموا في مسائل عائلية ولازم انا انسحب من باب الادب. وانا علم ده انا هخرب بيتك. ده انا هفرج عليك اللي يسوى واللي ما يسواش. بقى خبر هايل سيدة طب وزادة بيه يخسر علاقتنا. مش عايزين وانت اسمعيني على فوق وحضر الخرزانة لحد ما اجي. يلا يلا اتفرج اتفرج. اهلا اهلا مساء الطبنجة يا صاحبي. ولا على ايه طبنجة؟ ولا حبشفشة بس. ولا حبشفشة يا راجل. مش كده انت لحمه بقري وهعملك بسطرمه. ايش تشرب يا صاحبي؟ يا راجل يا عجوز مناخيرك قد الكوز. لا انت يا راجل يا راجل. ايوه هديلك. اديني فرصه. ايوه اسمع عزيز، انا وادر عايزه تقابل حد. لا ما اعرفهاش. ما اعرفش حد. وحشتني يا ابني. ايه انت يا كنتس؟ كنتس؟ ايوه يا روحي. استنى حضرتك تطلعي ايه؟ خلصني نسيت. نسيت وزه. نسيت نوادر. طيب استأذن انا خلاص. انا نسيت عهد الهول وغرام اللي كان بينا. نسيت حبنا. يا سالم انا كان في حب بيني وبين حضرتك. يا اختي يا اختي يا اختي يا اختي. ودي شباطه شباطه شباطه. ايه استنى يا مسكتي تلقيح جدك. لا انا هتبلى عليك ولا هتبلى عليه. طب استنى ما اوريك دلوقتي. اتفضل مش دي سيرتنا دي وانت بتلبسني الدبل؟ نهار اسود. هتبلى عليك انا اشوف النبي يا حضرتك الهي يخليك. هو بعينه هو بعينه. يا بنتي يا بنتي. ايه ده؟ بنتي مش مصدقه انك موت. سنتين اقول مات قلبي يقول لي لا. جاك وجع قلبك. في الاخر بقى الاسم قلت ما بديهاش بقى يا بنتي يا نواد. طب ولما انت مخطوبه جاي تهبب ايه هنا؟ هفسق الخطبه يا حبيبي. مش هو انا معقول اقطع قلب اكثر قلبك الزقنون ده يا دوبي؟ زقنون؟ ايوه. يا استاذ امشي انجر من هنا من فضلك. يلا يلا. اوعي نفسك. اوعي نفسك. اوعي نفسك. اوعي نفسك. خلصك كده يا انشطه. انشطه؟ انشطه؟ الله يسلمك. الله يسلمك. يلا انا مش فاضيه. اتفضلي. المأذون يا حبيبي. اتفضلي قدامي. يا اختي على ايدك.
ازاي ما كلمش على الاحترام؟ ايه؟ انت حشر اصحاب رجلي. ايه يا استاذ؟ ناموسه في عصب صوابعي. ايه كلامك ده؟ ايه؟ دي وقاحه وقله ادب. ايه ده؟ انا بحس تحسب تحسب ايه؟ تسمع حضرتك تفهمني انت هتطلع مين؟ انا الموافق. اهلا وسهلا. ومحسوبك شوكه فتح الله. سيبني انا عشان هفوت زيك انت. هي مين يا استاذ؟ عزيز نوادر. عزيز نوادر؟ هو حضرتك خطب ولك عين تتكلم؟ ده راح عشان راح يا استاذ انت غلطان. ده راح اخرجك من هنا. والله العظيم حضرتك غلطان. راح اخرب بيتك يا استاذ. انا شوكه فتح الله. ليش؟ صدقني. بص الصوره دي من صوره خطيبتك. اي طيب اللي معاها ده يبقى انا. ايوه صحيح ده مش انت. صدقت بقى ان حضرتك كنت غلطان. لكن هيروح مني فين؟ انا اروح الزمن طويل. اوعى تعتقد ده انا هشرحه. والله يا شيخ قليل عليه. ده انا هجيب اجل. والله انت قلبك طيب. ايه بقى بعد ما يعمل فيك العامله السودا المهببه دي ويردع فداء بريء اساسكه زي الست عزيزه نوادر تسكت له؟ لا مش هسكت له. اه يا نار يا ويا ريت على كده بس. ايه مفيش داعي افور دمك. حكيمات العصر وخايف اتطور وتعمل حاجه كده. كلم انت. طيب هو من شويه بس. هو من شويه بس اتكلم. طيب انا هتكلم اهو. انت مالك عصر كده ليه؟ من شويه بس انت شفته. هو هو ايه؟ هو بيبص. يا نهار اسود بيبص. ايه حصلت؟ فين توصلنا؟ فين هو؟ فين توصلنا؟ فين يا استاذ؟ فين يا استاذ؟ انا لمي هاي ده لمي هاي ده مان. انا ما تعملش في نفسك كده. انا طايلك عيب ولا حاجه. خمس دقايق وانا هجيبولك من تحت الارض. شكرا يا اخ. العفو. شكرا يا اخ. عليك ده واجب يا اخ. شكرا. نتعاون شك. خمس دقايق. الله عال يا زمن. طلعت بطول على الفنوات. صبرك علي يا طابو زاد. صبرك علي يا طابو زاد. أمبو 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 بامبو بامبو بامبو. خليك يا بامبو ده. بامبو يا بامبو. انت بتاعي. ايوه نعم يا فندم. حضرتك عاوز مين يا فندم؟ عايز طابو زاد. طابو زاد ايوه. نقول له مين يا فندم؟ قول له حان. حان هو ما عرفنيش لكن انا عايزه في موضوع خطير. صادق صادق. كنا هنروح في الاعياد. كنا هنروح عادي. كشفنا كشفنا والله كشفنا. طب ايه ده؟ اهو طب وزاده بيه يا فندم. ايه ده؟ ها؟ ده حامد. لا يكون يفتكر ان انا مش طب وزاده. لا 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 يا فندم. انا طب وزاده. وأكد لك إن طب وزادة. تحب أحلف لك إن طب وزادة؟ مش كمان كده. إيه ده؟ عايز إيه ده؟ قول عاوزك في موضوع خطير. أنت قلت لي اسمه إيه؟ حامد. حامد حامد. وده حامد مين؟ اتفضل سعيد. وفين ليه؟ اتفضل سعيد. اتفضل اتفضل سعيد. اتفضل اتفضل سريع. ما سريع.
استاذن انا. والليلة دي ليلة مفترقة.
شيء جميل. ويلي شيء جميل. أبو زادة. أيوة اسم حضرتك أبو زادة. من يوم ما اتولدت وأنا اسمي أبو زادة. في شهادة الميلاد أبو زادة. في شهادة القرعة أبو زادة. في بطاقة التموين أبو زادة. يعني إيه اللي يمنع أن يكون أبو زادة يا فندم؟ مش عارف. عرفت عنك حاجات كتير. يا نهار اسود. لا لا يا حضرت انا هقول استنى كل اللي عملته ده لوجه الله انا فاعل خير. لا شيء. عامل دنجوار بتضحك على عقل الستات تقول لي فاعل خير. ستات؟ ستات مين؟ عزيزه نوادر. عزيزه نوادر؟ ايه ده؟ مين عزيزه نوادر دي؟ ولا عمرنا سمعنا بيها يا فرفاش. حضرتك عايز تخطفها من خطيبها؟ انا عايز لا 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 شوف ما اقول لك لا. انا ما اسمحلكش تقول الكلام ده. انا راجل عندي اخلاق. ايوه احنا ما نسمحلكش ابدا. طب وساده في راجل عنده اخلاق. يعني بتنكر انك خطبتها؟ ايوه بنكر انك خطبتها. ايوه بينكر انه خطبها. بتنكر كمان انك تعرفها؟ ايوه بنكر اني اعرفها. ايوه بنكر اني اعرفها. انت متاكد؟ ايوه متاكد. كده؟ ايوه كده. ودي ودي لسه برضه بتنكر؟ انا مش هنكر انا حاضر بس انت يا حضرت والله ما حصل. زي ما حصلش كده. هي اللي بتلاقح جدتها. ايوه فندم والله العظيم هي اللي بتلاقح جدتها. انا لما اسال عن حاجه لازم اعرف الحقيقه. ايه ده؟ ايه لما يسأل عن حاجة تعرف حقيقة؟ انت هتبقى مين انت؟ ايوه صحيح. تبقى مين انت؟ من الصبح عملت تستكبر فينا كده زي النيابة. تبقى مين انت؟ عايزين تعرفوا انا مين؟ ايوه عايزين نعرف انت تبقى مين؟ كده. ايوه كده. ايه؟ انا خطيب نوادر. مش طب وزادة ولا عمري كنت طب وزادة ولا حكون طب وزادة. ايوه فندم والله العظيم طب وزادة بيه مات بقاله سنتين يا فندم. دلوقتي بس بتنكر انك طب وزادة؟ ما بنكرش هي دي الحقيقة. ايوه حقيقة. طب وزادة طب وزادة يا نهار اسود. استنى يا سموته. بص حضرتك المحترم بيعمل ايه؟ طب وزادة مين الست دي؟ خطيبته. لا انا ما صدقهاش. وليه مجنونة؟ مجنونة بحبك يا حبيبي. لحظة يا هانم ان ده جوزي. ما يهمنيش. Yeah.
شوكت بيه عايز اودعك بكلمة واحدة. قول كلمة واحدة. اعمل مرهم شوكت بيه. امين. الهي يا رب يدوسك ترولي باص وتتفك في 100 حته يا روحي. ان شاء الله ما تبصش فوق الدولاب. هو انا مش هبص فوق الدولاب يا حبيبي. يا نهارك اسود. اسيبه وارجع اقوم ما اكلوش.